بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده هنحل شيت 7 اللي بيتكلم عن شابتر 5. شابتر 5 بيتكلم عن حاجه اسمها السيكوينشال سيركت. طبعا احنا من شابتر 1 لغايه شابتر 4 شغالين بحاجه اسمها كومبايناشنال سيركت. السيركت ليها انبوت وليها اوت. الجديد بقى في الشابتر ده اللي هو بيورينا ازاي نعمل ديزاين لأصغر وحدة في الرام، حاجة اسمها فليب فلوب أو لاتش، اللي احنا بنعين الأوتبوت بتاعنا في الميموري ونرجع نستخدمه تاني مع الإنبوت. فكده الأوتبوت بقى بيعتمد على الإنبوت و الأولد إيه أو البريفيوس أوتبوت. يبقى الأوتبوت ده احنا بقى بنسميه نيكست ستيت. نيكست ستيت وده الانبوت، والاوتبوت القديم ده بنسميه الكرنت ستيت. يبقى تاني، يبقى كان من شابتر 1 لشابتر 4 بنتكلم ان عندنا انبوت وعندنا اوتبوت. الجديد في شابتر 5 بناخد الاوتبوت بنعينه في ميموري وبنرجع نستخدمه تاني، فده الانبوت وده بنسميه QT أو الـ Current State، والـ Output بنسميه QT plus 1. يبقى QT plus 1 اللي هو الـ Next State بيعتمد على مين؟ بيعتمد على الـ Input والـ Previous State اللي هي بنسميها Current A Current State أو QT، والـ Next State بنسميه QT plus 1. طبعا احنا قلنا بنعين الـ Output ده في ايه؟ في Memory. فاحنا في شابتر، المفروض شابتر 5 وشابتر 6 وشابتر 7 بيبدأ يعلمني واحدة واحدة بحيث أوصل إزاي ديزاين الرام. فأصغر وحدة في الرام حاجة بنسميها فليب فلوب. فليب إيه فلوب؟ دي بتستور أو بتسيف أونلي وان إيه وان بت. هناخد 4 أنواع من الفليب فلوب. أربع أنواع من الفليب فلوب اللي بنستخدمه عشان نعمل بهم ديزاين للإيه للرام. قبل ما نعمل فليب فلوب كان عندي حاجة اسمها لاتش. لاتشز يعني ايه لاتشز؟ عندي مثلا، عندي اشهر لاتش هي ار اس لاتش، عبارة عن 2 نور. ده الديزاين بتاعها، هنا بيخرج كيو وهنا كيو داش كومبلمنت، والاوتبوت بيرجع استخدمه تاني مع مين؟ مع الانبوت. فاللاتش دي بتستور only one bit. بتعمل حاجتين، بتعمل حاجة اسمها set، يعني بتحط واحد، أو بتعمل reset بتحط إيه؟ بتحط زيرو. فأنا لو حبيت أرسم الكاركترستيك تيبل بتاعها، فده عندي 2 input R و S، وعندي 2 output Q و Q داش. قلنا الدايرة دي يا إما تعمل reset أو set. set يعني بتحط 1 وريست يعني بتحط 0. تعالوا نبتدي مثلا نعمل ريست، نحط 1 0. هيبقى عندي هنا 1 وهنا ايه 0. 1 نور اي حاجه، دايما نبتدي بالانبوت اللي داخل عنده 1. 1 نور اي حاجه، النور عكس الاور. 1 نور اي حاجه هيدينا 0. معايا 0 داخل مع 0 هيدينا ايه؟ هيدينا 1. فطلع لي كيو ب 0 وكيو داش بايه؟ ب 1. تعالوا نجرب 0 و0، يعني هنا ندخل 0 0 والاوت القديم معانا. نبتدي باللي داخل عنده 1، ادي 1 وداخل معاه 0 يدينا 0. تاني ادي 1 داخل مع 0، 1 و0 يبقى هنا في 1، 1 و0 هيدينا ايه 0، و0 مع 0 هيدينا 1، هنلاقي ايه 0 1. طب تعالوا نجرب ندخل 0 1، يبقى ده كده لو جربنا الريسيت ست. تعالوا نجرب بقى الست اللي هو لما الاس يكون بواحد، 0 1. عندي الار 0 وعندي الاس كام؟ 1. تعالى بقى نشوف اللي هيحصل. نفس الاوتبوت القديم، هنبتدي بالحاجة اللي عندها 1. 1 نور اي حاجة بزيرو، 0 0 هيدينا ايه؟ هيدينا 1. فنلاقي الاوتبوت بتاعنا بقى كام؟ 1 0. تعالوا نجرب تاني 0 0، هتقول لي انت خدتها قبل كده، معلش تعالوا نجربها تاني.
بس المرة دي لما يكون الأول لما الـ previous state 1 0. تعالوا نجرب بقى 0 0 هنا، أدي الـ 1 ده الأوتبوت القديم كان هنا 1 1 و 0 هيدينا 0 و 0 مع 0 هيدينا 1 يبقى 1 0. لاحظ إيه؟ لما دخلت 0 0 إيه اللي حصل؟ القيمة القديمة فضلت زي ما هي، ما حصلش، بنسميها نو تشينج، القيمة بتاعتها ما اتغيرتش. لكن لما دخلت 1 و 0 طلع لي كيوب 0 وكيو داش بإيه؟ ب1، حط لي كيوب كام؟ ب0. لكن لما دخلت الاس ب1 والار ب0 حط لي كيوب بكام؟ ب1، فده بنسميه ست. لكن في الحالتين لما دخلت فيهم 0 و 0 إيه اللي حصل؟ القيم القديمة فضلت زي ما هي، ما حصلهاش تغيير، ده بنسميه إيه؟ نو تشينج. طب تعالوا بقى نجرب فاضل مين؟ 1 1. تعالوا نجرب هنا مرة 1 وهنا 1. 1 نور أي حاجة ب0، 1 هيطلع هنا 0، 0 1 برضه هيطلع 0. ازاي كيو وكيو داش في نفس الوقت 0 0؟ ازاي انت بتدوس على زرارين في نفس الوقت، الباور والاون في نفس الوقت؟ فدي مش منطقية، ازاي يعني كيو والكومبلمنت بتاعها في نفس الوقت ب0 0؟ فدي بنسميها فوربيدن ستيت. فتعالوا بقى نلخص التيبل الصغير اللي احنا عملناه ده، في حاجة اسمها كاركترستيك ايه؟ كاركترستيك تيبل لمين؟ لل ار اس لاتش. ادي عندي اس بقى تعالى ار وادي اس او اس وار مش هتفرق، وهنا نسميها كيو تي بلس 1 نيكست ستيت. قلنا لما يكون عندي الار بواحد وزيرو يعني دي معناها ريست، يعني بيحطها بزيرو. ولو عندي ست اللي هي الاس بواحد والار بزيرو بيحطها بوان. وقلنا لو زيرو زيرو لو دخل لي زيرو زيرو في كلتا الحالتين اللي بيحصل نو تشينج. نو ايه؟ نو تشينج. القيمة القديمة هي اللي فاكرين قلنا ايه على القيمة القديمة بنسميها current state. فزيرو زيرو بيديني كيو تي اللي هي نو تشينج، بيديني القيمة القديمة. لكن لو كان داخل وان وان ده بيسميها forbidden state، forbidden ايه؟ state. طبعا في مشكلة في اللاتش. اللاتش هي طبعا كل دايرة بتبقى مصنوعة من المكونات بتاعتها، ممكن يعني مش لحظة ان انت ما تدخل الانبوت هيطلع الاوتبوت على طول، لا بياخد وقت ايه الكالكوليشن، بياخد وقت مع بره الاوتبوت يطلع، الدايره بتاخد وقت مع بره الوقت يطلع، ده بنسميه ديلي. فانت لو عندك بقى فليب فلوب او لاتشز كتير عشان دي رامه، فممكن بقى انت محتاج الحاجه تطلع في نفس الوقت، الاوتبوت بتاعك لما تعمل تشينج في كل اللاتشز اللي جنب بعض لازم التغيير يحصل كل مره واحده، ما ينفعش تستنى لاتش تستنى التانية عمر ما تخلص. فاللاتش كان فيها مشكلة اللي بيحصل فيها ديلي، وده طبعا سبب الديلي ده إن المكونات بتاعة اللاتش بتختلف من واحدة للتانية، أو جودة التصنيع ممكن تختلف من واحدة للتانية، فده بيحصل ديلي في الإيه في اللاتش. فعشان يحلوا المشكلة دي عملوا حاجة اسمها كلوك. الكلوك دي فده اللاتش دي بنسميها عندنا حاجتين، عندنا حاجة اسمها اسينكرونس اسينكرونس غير متزامن وسينكرونس. فاللاتشز تعتبر اسينكرونس. يعني ايه اسينكرونس؟ يعني ممكن اللاتش ما بتشتغلش بيحصل فيها ديلي، لكن السينكرونس كلها بيبقى متزامن بيشتغل في نفس الايه بيشتغل في نفس الوقت. عشان يخلوا اللاتشز سينكرونس عملوا حاجه اسمها كلوك، هي عباره عن بالسس. ان اللاتش بتاعتي زي ما انت خدت في المحاضره، خدت اللاتش اللي هي اس ار دي دي فليب دي ماستر اند سليف لاتش، اللي اللاتش بتاعتي مش هتتريجر او مش هتشتغل الا لما يكون الكلوك معينه ماشيه في اتجاه معين. يعني ايه يا باشمهندس ماشيه في اتجاه معين؟ عندي اتجاهين، عندي اتجاه اسمه البوزيتيف اتش اللي هو لما الدايره بتاعتي تنتقل من 0 الى 1، ده بنسميه البوزيتيف ايدج. برضه مش فاهم يعني ايه بوزيتيف ايدج؟ يعني الدايره بتاعتي طالما هو اول ما الدايره بتاعتي هتشتغل مثلا كان هنا 1 هيفضل 1 1 1 مهما دخل انبوت هنا في النص، هو هيشتغل امتى؟ بس لما ينتقل من 0 ل 1. طب لما انتقل من 0 ل 1 مهما حصل في الفتره الزمنيه دي
الاوتبوت الانبوت بتاع الاوتبوت بتاعي مش هيتغير، هيفضل زي ما هو. امتى هيتغير؟ لما ينتقل تاني من 0 ل 1. والله لو حسب بقى الدايره بتاعتك، لو كان عاوز تعمل تغيير لما يحصل، لما يخش مثلا هتتغير امتى؟ مثلا دخل، قلنا لو دخل 1 مثلا تاني او دخل 0، فالاوتبوت بتاع السيركت بتاعتي هتبقى 0 مثلا. لكن لاحظ ما اتغيرش امتى، يعني شاف الفتره دي من 1 ل 0 في الجزء ده، الفتره دي هو طول ما الدايره بين الفترتين دولت مش هيحصل تغيير. امتى هيحصل تغيير؟ لما يبدأ ينتقل من الزيرو للايه للوان. ده بنسميه البوزيتيف ايدج. يبقى تاني البوزيتيف ايدج معناه ايه؟ معناه ان الدايره بتاعتي مش هتتاثر باي تغيير طالما هي في بين الفتره دي. شايف الفتره دي كده، مهما دخل اي انبوت للدايره، الدايره بتاعتي مش هتشتغل، مش هتغير الاوتبوت بتاعها. امتى هتغير الاوتبوت بتاعها؟ لما تنتقل من زيرو الى ايه، الى 1. فاحنا كده اجبرنا لكل اللاتشز بتاعتنا تشتغل عند الايه في الفتره دي، بس في المرحله دي، مرحله لما تنتقل من الزيرو الى ال 1، في الحاله دي تبدا تشتغل وتطلع الاوتبوت بتاعها. ده بنسميه البوزيتيف ايه، البوزيتيف ايدج. عندي بقى نوع تاني في تصميم تاني، اللي هو اشتغل على النيجاتيف ايه، النيجاتيف ايه، النيجاتيف ايه، النيجاتيف ايدج اللي هو العكس، لما انتقل من 0 الى 1، 0 الى 1 يعني لما انتقل في الفتره دي، يعني الدايره بتاعتي مش هتطلع الاول بتاع ما بيتغيرش الا لما يحصل ايه، الا لما ينتقل من 0 الى 1. العكس بقى، لما انتقل من 0 ل 1 تبدا الدايره بتاعتي ايه تشتغل. يعني اي بقى انبوت يخش في الوقت اللي في النص ده هنا كده، مهما دخل الدايره في الفتره دي اي حاجه فيها انبوت، فضلت تدخل اي انبوت مش هتشتغل، لان مش هتشتغل الا امتى، الا لما تنتقل من 0 الى 1، لما يحصل التريجر ده، تنتقل من 0 ل 1 يحصل التغيير اللي تشينج ده، فساعتها الدايره هتشتغل حسب ما انت عاوز. عاوز تطلع 1 تطلع، عاوز تطلع 0 تطلع، حسب الديزاين بتاع الايه السيركت الاوت بتاعك. لكن اللي يهمني هنا ان الدايره عموما مش هتشتغل، مش هتطلع 1 او 0 الا عند التريجر ايدج بتاع، سواء كان بوزيتيف ايدج او كلوك ايدج. طبعا نرجع للمحاضرة لقصة الماستر اند سليف. الماستر اند سليف فليب فلوب هتوضح لك الدنيا اكتر وهتبقى العملية واضحة اكتر. عموما بقى الاس ار لاتش بنرسمها كده بقى، هنسميها بقى لو اشتغلت كلوك هتبقى ايه بقى، هتبقى ما اسمهاش بقى لاتش، هيبقى اسمها ايه، فليب فلوب. ويبقى هنا ده كيو وده كيو داش، ودي هتبقى اس ار فليب ايه فلوب. يبقى قلنا ايه الفرق بين اللاتش والفليب فلوب. اللاتش هي اسينكرونس، بيحصل فيها ديلي بسبب جودة التصنيع، لكن السينكرونس بنشغلها بتشتغل على اساس الكلوك، على اساس الكلوك سواء كان بوزيتيف ايدج او نيجاتيف ايدج. لو بوزيتيف ايدج برسم الكلوك كده، لو نيجاتيف ايدج برسم الكلوك بالشكل ده. ده كده نيجاتيف ايدج وده بوزيتيف ايه ايدج. طبعا عندي فليب فلوب تانية غير الاس ار. عندي شوفوا المشكلة طبعا كانت ايه، مشكلة الاس ار لما بيخش له 1 1 كانت بنسميها فوربيدن ستيت. فهنلاقي في شوية فليب فلوب تانية اتعملت، زي مثلا الدي فليب فلوب. الدي فليب فلوب ده افضل واحد، اسهل واحد فيهم، دخلت له 0 بيطلع لي 1، دخلت له 1 بيطلع لي 1. عندي فليب فلوب تاني اسمه الجي كي فليب فلوب، هو شبه الاس ار، بس ايه الفرق بس؟ لما يكون برضه 0 0 قلنا 0 0 كيو تي يعني نو تشينج، 0 1 يعني ست يحط 0، لو 1 0 يحط 1، لكن لو 1 1 في الحاله دي كان هناك بقى في الاس ار كان بنقول عليها فوربيدن ستيت، لا في الجي كي بيدينا كيو داش تي. وهنشوف كمان شويه ازاي احول الاس ار لجي كي عشان يطلع لي الاوتبوت ده. واخر واحد هو التي فليب فلوب، هو كيو تي بلس 1 ويخش 0. هو تي بقى ده مختصر الجي كي، لما يخش 0 اللي هو الحالتين دولت، لما يخش 0 يدينا كيو تي، ولما يخش 1 يدينا كيو تي كيو تي كيو داش اي تي. طيب برضه قبل كل ده احنا بنعمل بس ريفيجن سريعه كده عن الفليب فلوب. طيب انا عندي حاجه مهمه جدا، فاكرين لما قلنا الكيو تي اللي هي الاو كيو تي بلس 1 اللي هو النكست ستيت بيعتمد على مين؟ بيعتمد على الانبوت وعلى الايه كرنت ستيت، الاوتبوت الايه القديم.
تعال عندي لو حبيت اعمل حاجة اسمها الستيت تيبل. ايه الستيت تيبل ده؟ الستيت تيبل لاس ار. انا عندي الانبوت بتاعي هيبقى اس وار وكيو تي، والاوت بتاعي ده كده قلنا الكيو تي، والاوت بتاعي كيو تي بلس اي 1. فهنا كيو تي بلس 1 معتمد على مين؟ على الانبوت اللي هو الاس ار، وعلى مين؟ على كيو تي. بعمل تروث تيبل بتاعي عادي خالص اللي هم 4 أصفار 4 وحايد، وتعالوا نشوف كيو تي بلس 1. تعالوا نكتب هنا على الجنب الكاركترستيك تيبل بتاع الاس ار او الار اس. قلنا لو دخلي الاس بواحد والار بزيرو هيدينا واحد، ولو دخلي ريسيت يعني هيدينا زيرو، لو دخلي زيرو زيرو كيو تي نو تشينج، ولو دخلي وان وار فوربيدن ستيت او بنقول عليها دونت ايه دونت كير. تلاقي لما هنا زيرو زيرو قلنا هيطلع ايه؟ زيرو زيرو كيو تي، فهيدينا ايه نوت تشينج؟ هيدينا 0 1 في حاله الزيرو والزيرو. في حاله الزيرو وال1 هيدينا ايه؟ في حاله لما يكون الاس بزيرو وده ب1 هيدينا 0 0. في حاله ال1 والزيرو 1 0 هيدينا ايه؟ هيدينا 1 1. وفي حاله ال1 1 هيدينا ايه؟ الاثنين دول هيدونا اكس اكس. يبقى طلع عملنا ايه؟ الاس والار بكام؟ ب0 0. فبصينا في التيبل بتاع الاس ار، 0 0 بيدينا كيو تي، فيخرج كيو اي تي. لما يكون الزيرو وان داخل زيرو وان هيخرج ايه؟ هيخرج زيرو. لما يكون داخل وان وزيرو عند الاس والار هيطلع وان. في حالة الوان وان بيبقى نسميها ايه؟ فوربيدن استيت. فوربيدن ايه استيت ده كده بنسميها شباب حاجة اسمها الستيت ايه؟ الستيت تيبل. طيب عندي تيبل تاني اسمه الاكسايتيشنال ايه؟ اكسايتيشن تيبل. ده بيبقى العكس. هنا كان الاس والار هو اللي داخل وبيقول لي قيمه كيو تي بلس 1 هي اللي ايه طالعه. طيب افرض كان عندي قيمه كيو تي وكيو تي بلس 1 وعاوز اعرف منهم قيمه الاس والايه والار، هعمل ايه؟ طبعا ده تيبل كام احتمال؟ ده 2 انبوت يبقى ليه 4 احتمالات 1 0 و A 1 1. تعالوا كده نبص بقى في الستيت تيبل. ادي فين 0 0 قيمه ادي كيو تي وادي كيو تي بلس 1. في 0 0 ادي 0 0 فين 0 0 تاني ادي 0 0. لما يكون كيو تي ب 0 0 0 0 اس وار بكام؟ ب 0 1 و 0 ايه ب 0 0 0 1، يبقى هنقول عليها ايه؟ مرة الـ S على طول بزيرو والار لإما بزيرو أو 1 بزيرو أو 1، فبنقول عليها إيه؟ X 0 إيه X. تعالوا نشوف لما QT و QT بلس 1 بزيرو 1، فين QT و QT؟ هنا QT بزيرو 1، ما عندناش إلا الستيت دي، هي الستيت إيه؟ الستيت دي 0 A 0 1. هل في 0 1 تاني هنا في الاتنين دولت؟ لأ مفيش. عندها S و R بكام؟ ب 1 0. تعالوا نشوف لما QT ب 1 0، QT و QT ب A ب 1 0، فين هنا 1 0؟ ادي 1 0، في 1 0 تاني؟ لا مفيش. عندها يبقى بكام؟ ب 0 1. اخر حاجة لما يكون ب 1 1، فين ب 1 1؟ ادي 1 1، فين 1 1 تاني؟ اهو 1 1. بعدي الاس بكام؟ ب 0 0 و A 1 0. يبقى 0 0 1 0 هنقول عليها ايه؟ X A X 0. ده سبب نسميه ايه؟ الاكسايتيشن تيبل. يبقى تاني عملت الست تيبل منين؟ الستيت تيبل جبته من الكاركترستيك تيبل. انا قلت ده الكاركترستيك تيبل بالاوتبوت بتاعي هو كيو تي بلس 1 وبيبقى الانبوت مين؟ S و R و كيو تي. بعمل التروث تيبل بتاعي عادي وكيو تي بلس 1 ببص بجيبه منين؟ بجيبه من الكاركترستيك تيبل. بعد ما عملت الستيت تيبل هجيب منه مين؟ الاكسايتيشن تيبل. الاكسايتيشن تيبل ده ايه اللي بيحصل فيه؟ يبقى كيو تي وكيو تي بلس 1 هو الانبوت والاوتبوت هو مين؟ هو الاس والاي والار. طبعا انت ممكن تحفظ ده على طول وتحفظ ده على طول، بس احنا عرفنا ازاي الاكسايتيشن تيبل جه والاس ار جه. فلاما عاوز تحفظهم ماشي، عاوز تسترتجهم زي ما عملناه دلوقتي ماشي. عموما ده تيبل في ملخص اللي احنا قلناه. ادي الاس ار
كاركترستيك تيبل بتاعه اهو، والاكسايتيشن تيبل اللي احنا لسه عاملينه. تعالى نراجعه نشوف هو ادي 0 اكس لما يكون 0 0، ولما يكون 0 1 الاوتبوت 1 0، لما يكون 1 0 الاوتبوت 0 1، لما يكون الانبوت 1 1 الاوتبوت اكس 0. نفس القصه الجي كي هو هو، عشان اجيب الاكسايتيشن تيبل بتاعه اعمل ايه؟ هعمل الستيت تيبل بتاع الجي كي اللي هو الستيت تيبل ده، هعمل الستيت تيبل بتاع الجي كي، وهجيب اشوف هبص برضه على نفس واعمل نفس زي ما عملت هنا، اشوف قيمه القيو كيو تي بلس 1 واطلع منه تروستي، اطلع منه الايه قيم الجي والكي. نفس القصه للدي ونفس القصه للتي. عاوز تستنتجهم ماشي، عاوز تحفظهم مفيش مشكله، كده صح وكده ايه كده صح. تعالوا نشوف اول مساله في الشيت. طبعا انا مش بحل المسائل بالترتيب. بيقول لي beginning with SR في الفلوب، عاوز اعمل مره باستخدام ال SR، اعمل مره ال D flip flop ومره ال JK flip flop ومره ال T flip flop. يبقى انا عاوز اعمل ايه؟ عندي بيقول لي الانبوت بتاعي هو ده كده ال SR، ودي Q و Q داش، وعاوز احوله ل D flip flop. طب احنا هنعمل ايه؟ فايه المحتاج؟ فانا محتاج اتظن السيركت هنا اللي هتاخد converted تكونفرت القيم اللي جايه من الدي وهتخش على الاس ار بحيث تشتغل ايه اوتبوت في الدي. طب هو الدي ده كان ايه عباره عن ايه اصلا؟ التيبل بتاعه كان بيقول لي الدي ودي كيو تي بلس 1 لما يكون 0 بيدينا 0 ولو كان 1 بيدينا 1 تمام. وكان الاس ار كان الكاركترستيك تيبل بتاعه ايه؟ الاس ار كيو تي بلس 1 0 0 هيدينا ايه كيو تي، ولو 0 1 هيدينا هيدينا 0، ولو 1 0 هيدينا 1، لو 1 1 هيدينا ايه هيدينا نوت فوربيدن ستيت. فانا عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز عندي الدي وعاوز احوله للاس ار، فانا محتاج اعرف القيم اللي بتخش لمين للاس ار. طيب انا عندي الدي اهو، فهعمل الستيت تيبل بتاع دي دي وادي كيو تي، وهيبقى الاول بتاعي مين كيو تي بلس 1، ادي 0 0 0 1 1 0 1 1. الدي لو يكون الانبوت 0 بيدينا 0، ولو الانبوت 0 هيدينا 0، ولو الانبوت 1 هيدينا ايه هيدينا 1. تمام كده يا شباب؟ تمام. جبناها تاني زي ادي من التيبل بتاع دي 0 0، ولو 1 يدينا ايه يدينا 1. محتاج انا ايه دلوقتي؟ محتاج اعرف القيم اللي داخله للاس ار، يبقى محتاج اعرف ايه هي القيم اللي داخله لمين للاس ايه للاس ار. فاروح كاتب كده على جنب التيبل انا محتاج اعرف الاس والار. مين التيبل بقى اللي كان الاوتبوت فيه الاس والار؟ الاكسايتيشنال ايه الاكسايتيشنال تيبل احنا لسه كاتبينه من شويه، ده هو ده هو ده اللي فيه الاوتبوت بتاعه مين اس ار، والاوتبوت والانبوت مين كيو تي وكيو تي اي بلس 1. نروح كاتبين كده على جنب ادي كيو تي تي بلس 1 والاوتبوت بتاعه مين ار واي او اس واي اس و 0 0 0 1 1 0 1 اي 1. لما كان الانبوت 0 0 الاوتبوت بتاعي كان كام؟ كان 0 اكس، ولما كان 0 1 كان 1 0 0 1، ولما كان 1 1 كان اكس اي اكس 0. فابدأ ابص هنا، لما يكون 0 0 الاوتبوت 0 اكس، لما يكون 1 0 الاوتبوت 0 و 1، لما يكون 0 1 الاوتبوت 1 و 0، لما يكون الانبوت 1 و 1 الاوتبوت اي اكس و اي اكس و 0.
تمام كده تمام. نجيب بقى معادلة الاس ومعادلة مين الار، معادلة الاس ومعادلة مين الار. انا الاس بيدينا واحد عند مين؟ عند كيو داش لحظة بقى، ان الاس والار هيكون معادلتهم هنجيبهم منين؟ هنجيبهم من هنا، هيكون هو كأنه ده الانبوت بتاع دي وكيو تي، هو ده بقى اللي هجيب منه المعادلة بتاعته. فهو كان عند 1 عند كيو داش دي، ولو اعتبرت الاكس دي 1 كان هيبقى عدينا عند مين؟ عند دي دي ايه دي كيو، فاخد الدي مشترك وادي كيو بلس كيو داش 1 فيساوي ايه؟ فيساوي دي. معادلة الار كان بيدينا 1 لو اعتبرت الاكس دي 1 فيدينا عند دي داش كيو داش بلس دي داش كيو، فلو خدت دي داش مشترك هتبقى كيو داش بلس كيو 1 هيساوي ايه؟ دي. فتعالوا بقى نرسم الرسمة النهائية. أنا كنت عندي اس ار، ادي الاس والار، وادي كيو وكيو داش، وكنت عاوز احوله لدي، فكنت محتاج اعرف ايه السيركت اللي هرسمه من هنا، الدي ازاي احولها لاس ار بحيث يطلع لي ايه كيو كيو داش بس بقيم الدي بحسب الفليب فلوب بتاع الدي. فقال لي الاس داخلها مين؟ هنا قلنا الاس دخل لها دي، وهنا دخل لها مين، والار دخل له مين؟ دي داش. يبقى هترسم بس هي رسمه بسيطه خالص، ادي الاس دخل لها دي، والار دخل لها مين؟ دي ايه دي داش. فلو انت حبيت تعمل تريس دخل هنا زيرو، يبقى هنا هيخش كام؟ زيرو وان. زيرو وان هيدينا ايه؟ هيدينا زيرو وان، يعني هيدينا كيوب كام؟ بزيرو. لكن لو كان الوان داخل هنا بوان كان هيدينا هنا 1 وهنا 0. في الـ SR لما يكون داخل لها 1 و0 يدينا إيه؟ لو الـ S ب1 يدينا 1 ويدينا إيه؟ 0. يبقى لما دخل 0 إدانا 0، ولما دخل 1 إدانا 1. ده الـ Truth Table أو الـ Characteristic Table بتاع مين؟ بتاع الـ D. نرجع تاني نكمل بقية المسألة. فإحنا حلينا إيه؟ تعالوا نحاول نحل إيه؟ نحل بيه. المرة دي بقى نفس القصة، هنستخدم ار اس، وبيقول لي عاوز ار او اس ار كيو كيو داش، بس المرة دي عاوز مين؟ جي وكي. فنفس القصة، عاوز اعرف مين اللي داخل هنا ومين داخل هنا باستخدام الاس ار، فمحتاج اعرف ايه السيركت اللي هنا. فهستخدم نفس التيبلز، بس المرة دي هيبقى معانا مين؟ الجي كي. الجي كي بقى كان الكاركترستيك تيبل بتاعي، التيبل بتاعه ايه؟ ادي جي كي وادي كيو تي بلس 1. كان لما يخش لي 0 0 يبقى نو تشينج كيو تي، لو داخل لي 0 1 بيطلع لي 0، 1 0 بيطلع لي 1، داخل لي 1 1 كان المره دي بقى بيطلع لي هنا ايه؟ كيو داش او كيو تي داش. وده نفس اللي احنا كتبناه في المسألة اللي فاتت، كاركترستيك تيبل بتاع الاس ار والاكسايتيشنال تيبل بتاع مين؟ بتاع الاس ار. نفس القصة. يبقى انت دايما كده هنلاحظ ايه؟ اللي احنا بتمشي كده من الشمال لليمين، تبتدي بالفاريبل اللي معاك من الشمال لليمين. اول حاجة هبتدي اعمل ستيت تيبل، اول خطوة اعمل ستيت تيبل للانبوت عشان اجيب ايه؟ كيو تي بلس 1، وبعدين باستخدام الاكسايتيشنال تيبل بجيب قيم الاس والاي والار او قيم الفليب فلوب اللي في الانبوت، وتلاتة بجيب الايكويشنز وارسم الرسمه بتاعتي. فاحنا نمشي هنا، اول حاجه يجيب الست تيبل بتاع الجي والكي، ادي جي كي ست تيبل، يبقى معاه كمان مين؟ كيو تي. كل ده عشان اجيب مين؟ كيو تي بلس اي بلس 1. ده 3 فاريبل، يبقى عندي 8 انبوت،
أو تمانية states. وهنا بقى حسب التيبل بتاع الجي كي، لما اكون داخل لي 0 0 هيطلع لي مين؟ هيطلع لي كيو تي، هيطلع لي 0 1. اكون داخل لي 0 1 هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 0. داخل لي 0 1 يطلع لي 0. طب عندي 1 و0، 1 و0 بيطلع لي كام؟ بيطلع لي 1، بيطلع لي 1 1. طب عندي 1 1 بقى بيطلع لي ايه هنا؟ 1 1 بيطلع لي كيو داش، يعني كيو تي الزيرو هيطلع 1 وال1 هيطلع ايه؟ 0. يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه انا عاوز هستخدم اني فليب فلوب الاس والار، فهكتب هنا الاس والاي والار وباستخدام. يبقى دي المرحله التانية، حسب بقى الانبوت اللي جوه اجيب بقى اجيب كام الاس والار منين؟ من الاكسايتيشنال اي، من الاكسايتيشنال تيبل. فانا عندي هنا هبص على مين بقى؟ على كيو تي، كيو تي بلس 1. 0 0 بيدينا مين؟ 0 0 0 x. 1 1 بيدينا x 0. 0 0 قلنا بيدينا 0 x. 1 و0، 1 و0 بيدينا 0 1. 0 1، 0 1 بيدينا 1 0. 1 و1 x 0. 0 1 بيدينا 1 0. 1 و0 بيدينا ايه؟ 1 0 ادينا ايه؟ 0 1. تعالوا بقى نجيب معادلة الاس ومعادلة مين؟ الار. قلنا هنجيبها، هنبص على مين بقى؟ هنبص على التلاتة انبوت اللي فين. فاس وار هي فانكشن اوف مين؟ جي كي كيو تي. لان انا عاوز احول جي كي اجي يشوف السيركت اللي تعمل كونفرت من جي كي لمين؟ لاس ار، او العكس اللي هي بتحول من الانبوت اللي هو داخل جي كي عاوز احوله فورمات اس ار بحيث يطلع لي الاوتبوت بتاع الفليب فلوب اللي اسمه جي كي. فتعالوا نعمل تروستي، نعمل كي ماب للاس ومره كي ماب لمين؟ للار. تعالوا نرسم، بس نوقف كده نرسم الكي ماب. تعال اقول رسمت الكي ماب. طبعا الكي ماب هتبقى الانبوت بتاعنا، قلنا الاس والار هيبقوا فانكشن فين؟ في جي وكيو كيو تي. وهبدا احط الوانز مره عند الاس ومره للار. عندي وانز فين؟ عندي 1 وعندي سوري عندي 1 في ايه؟ الاس. عندي 1 في اكس، عندي الواحد في اكس دونت كير، عندي الواحد في ايه؟ دونت كير. وعند الأربعة في 1، وعند الخمسة في دونت كير، وعند الستة في 1. فترى هاخد ايه؟ هاخد ده مع ده. محتاج اجيب دونت كير في حاجة؟ لا، في الحالة دي مش محتاجهم. يبقى هيطلع لي ايه؟ من هنا ثابت جي وهنا كيو داش. تعالوا نجيب بقى الار. تعالوا نجيب المعادلة بتاعت الار. فعندي وانز فين؟ عند الار. عندي دونت كير، عندي زيرو وعند الاتنين، وعندي وان عندي تلاتة، وان عندي مين؟ عندي سبعة. هياخد مين؟ تلاتة وسبعة، تلاتة وسبعة. فار هتبقى جي كيو. نبدأ بقى في آخر حاجة نعمل إيه؟ نبدأ نرسم. آدي كان عندي الإس والآر، وآدي الجي، وآدي الكي، وهنا طبعا كيو، هنا كيو داش. هنلاقي الإس داخل لها مين؟ الإس داخل لها أندي بين الجي وكيو داش. آدي هنا الكي برضو ارسمها، تعالى بلون تاني عشان تبقى واضحة، متبقاش الدنيا داخلة في بعضيها. ادي الاس داخل لها اندنج بين حاجتين، بين الجي ومين تاني؟ والكيو داش. بصوا الكيو داش جايبينه منين؟ من هنا. فده اند جي، وهنا مين؟ كيو اي كيو داش. الار داخل لها مين؟ الار داخل لها
سوري هنا كان في شباب هنا. بصوا كان المفروض هنا الار هنا كي كيو، كي هنا المفروض دي ايه، كي كيو، علشان هنا 1 1 يبقى كي كيو. هنا الكي داخل لها مين؟ داخل لها الكي اندنج مع مين؟ مع الكيو. يبقى هي ده مين الفلف لوبي بتاع مين؟ بتاع الشيكي. تعالوا نعمل مين بقى التي نفس القسم، عاوز اعمل الاس ار، عاوز اعمل تي. فيبقى عندي مين؟ هعمل ست تيبل بتاع مين؟ بتاع التي، عشان اغيب قيم الاس والاي والار، وبعدين ارسم. فنكتب الكاركترستيك تيبل بتاع التي. التي كان سهل خالص، التي داخل لي زيرو، كيو تي لو كان 1 بيطلع لي كيو كومبليمنت بتاع مين؟ بتاع التي. فنعمل ستيت تيبل بتاع التي، ادي تي وداخل معاه كيو تي، ويطلع مين؟ كيو تي بلس 1. 0 0 0 1 1 0 1 1. لما كيوب لما يكون 0 0 يطلع ايه كيو تي، ويطلع لي 0 1، وندخل لي 1 1 ويطلع مين كيو داش، فيطلع ايه 1 0. الخطوه اللي بعديها اعمل ايه؟ تمام، اجيب قيم الاس والايه والار، قيمه اس ودي قيمه ار، بيجي على اساس مين اكسايتيشن تيبل. كنت داخل لي 0 0 يطلع لي 0 اكس، 1 1 هيطلع لي المفروض دي اكس 0، لو 0 1 هيطلع لي 1 0، لو 1 0 هيطلع لي 0 1. اجيب معادلة مين؟ معادلة الاس ومعادلة مين؟ الار. معادلة الاس عندي 1، عندي 1 هنا، يبقى عندي دونت كير عندي مين؟ عندي اكس دونت كير عندي هنا، 1 عندي هنا، ده اللي هو مين تي داش كيو بلس تي. تي مين؟ عندي 1 هنا عند 0 1 1 ايه 1 0. فلاحظ لو انا خدت الدونت كير ايه اللي هيحصل؟ الترم هيبقى اكبر، فانا خلاص ماخدهوش صح، لان لو كتبت خدت 1 هنا هيطلع لي مين؟ هيطلع لي تي كيو داش. طبعا كده بقى الترم اكبر. احنا قلنا بناخد الاكس لو هيعمل لي سمبليفاي. طب لو في حاله اللي خدته هنا هيعمل في اي سمبليفاي هيحصل؟ لا، فهنا مش محتاج بقى مين الدونت كير، فهاخد بس مين التي اللي هي ايه عندي تي كيو داش. وتعالوا الار، الار نفس القصه، لو خدت الدونت كير هيطلع لي هنا ايه 0 0 1 1 اكس نور، يعني مش هيعمل لي اي سمبليفاي، فمش محتاج اخد الايه الدونت كير. فيبقى التي هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن تي كيو. يبقى تاني ليه ما خدتش الدونت كير؟ احنا قلنا بناخد الدونت كير لو هيعمل لي سمبليفاي. في الحاله دي لو ما خدته ده زود لي تيرم، ما عمليش اي سمبليفاي، فمش محتاج اخده. وهنا نفس القصه، مش هيعمل لي اي سمبليفاي. يبقى الرسمه الاخيره ادي اس وادي ار وادي تي وادي كيو وادي كيو اي داش. اول واحد داخل الاس داخلها مين؟ داخلها تي اندنج مع مين؟ مع كيو داش، ايوه بتجيبها من هنا. والار داخل لها تي بس المره دي مع مين؟ مع كيو. طب نعمل تريس، لو دخلت هنا زيرو ايه اللي هيحصل؟ عموما زيرو اندنج اي حاجه هيدخل، طبعا هنا زيرو اندنج هيخشلي هنا زيرو زيرو، فهيطلع لي ايه؟ فزيرو زيرو في حالة زيرو زيرو في اس ار، اس ار هنا بيقول لي لما يخش لي زيرو زيرو اللي بيحصل بيطلع لي كيو اي كيو تي، فيطلع لي فعلا هنا لما يخش، فيبقى داخل لي على اس وار زيرو زيرو فيطلع لي كيو تي. طب تعالوا لو كان داخل لي 1 لما يخش لي 1 هنا، لما يخش لي 1 حسب بقى القيمة هنا، لو هنا كان في زيرو يبقى هنا اكيد في 1، يبقى هنا هيبقى داخل لي 1 وهنا داخل لي زيرو، يبقى 0 فهنا ده 1 1 اندنج
فسوري لو هنا كان حسب بقى القيمة القديمة اللي موجودة في كيو وكيو داش، فكيو لو هنا كان فيها زيرو يبقى داخل لي هنا زيرو، وكيو داش لو كان هنا وان كان هيبقى داخل لي وان، فوان أندنج مع وان هيطلع لي وان، وزيرو أندنج حاجة بإيه؟ بزيرو. فوان وزيرو فلما أكون داخل وان وزيرو هيطلع لي إيه؟ هيطلع لي وان. يبقى عمل لي كيو كومبليمنت، هي كيو كان بكام؟ بزيرو، لما دخل بقى ايه؟ بقى 1. يبقى تاني لو دخل لي، لو كان القيم القديمة هنا في كيو وكيو داش 0 و1 وداخل لي على التي قيمته 1، يبقى هنا داخل لي 1 وكيو داش ب1، فداخل لي 1 1 يبقى هنا 1، وكيو ب0 يبقى 0، وهنا 1 0 مع 1 ب0، فالاس والار داخل لها مين؟ داخل لها 1 و0. 1 و0 يعني هيدينا كام؟ هيدينا 1. يبقى عمل لي كومبليمنت ولا لا؟ ادي كيو كانت بزيرو بقت بايه؟ ب1، فكده طلع لي مين؟ كيو داش، عمل لي ايه؟ كومبليمنت. يبقى السيركت بتاعتي ايه؟ مظبوطه. تعال نكمل هنا بقى. السؤال ده بيقول لي ايه؟ هنا بقى نفس، هي نفس الفكره بس كل مره هيجي يقول لي استخدام فليب فلوب، استخدم فليب فلوب التاني. هنا المره دي بيقول لي استخدم فليب فلوب مين؟ يقول لي استخدم الدي، الدي عشان اعمل بيه مين؟ اعمل جي وكي. يبقى انا محتاج اعمل الست تيبل بتاع جي كي، وبعدين باستخدام الست تيبل بتاع جي كي اللي جبته اغيب عن طريق اكزيتيشن تيبل، اجيب مين؟ اجيب الدي، وبعدين ارسم نفس القصه. يبقى انا كده محتاج مين؟ محتاج ادي كاركترستيك تيبل بتاع دي، لما يكون 0 بيطلع 0، لما يكون 1 بيطلع 1. الاكسايتيشن تيبل بتاعه، الاكسايتيشن تيبل لما يكون كيو تي وكيو تي بلس 1 هيدينا الدي. يا ترى كان الاكسايتيشن تيبل بتاعه ايه؟ كان بتاعه لما يكون 0 و0 هيدينا ايه؟ هيدينا 0. لما يكون 0 1 هيدينا 1، لما يكون 1 و0 هيدينا 1، لما يكون 1 و1 هيدينا ايه؟ لا سوري، لما يكون 1 و0 بيدينا 0، لما يكون 1 و1 بيدينا ايه؟ بيدينا 1. واحتاج مين تاني؟ كاركترستيك تيبل بتاع الجي كي. احنا هنحل اول واحده، ادي الجي وادي الكي. كاركترستيك تيبل بتاعه كان ايه؟ لو 0 0 بيدينا كيو تي، لو 0 1 هيدينا 0، ولو 1 0 هيدينا 1، ولو كيو تي لو قصدي 1 1 هيدينا كيو داش تي. فتعالوا نرسم بقى الـ state table. ادي عندي جي وادي كي، ويبقى مين كمان؟ كيو تي. فهنا ادي 0 0، خلاص هي بقت هي اسطمبة واحدة، مفيش تغيير كبير، كله معتمد على التيبلز دي. فانت التيبلز دي يا اما تحفظها او تستنتجها زي ما عملنا في اول مع الاس ار، في اول ايه؟ في اول السكشن. وهنا هنجيب مين؟ محتاجين نعرف قيمة كيو تي بلس 1. عندي جي كي، هنبص بقى جي كي لما يكون داخل لي 0 0 يدينا كيو تي 0 1، وان داخل لي 0 1 هيدينا 0 1 و0 هيدينا 1 1، وان داخل لي 1 1 هيدينا مين؟ هيدينا كيو داش يعني 1 و0. الخطوة اللي بعديها هجيب قيم مين؟ محتاج قيمة الدي، هجيبهم منين؟ من كيو كيو تي بلس 1 عن طريق الاكسايتيشنال تيبل. لما يكون داخل لي 0 0 يدينا 0 1 1 يدينا 1، 0 0 قلنا بيدينا 0. طب 1 و0، 1 و0 بيدينا 0. طب 0 1 0 1 بيدينا 1، 1 1 بيدينا 1، 0 1 بيدينا 1، 1 و0 بيدينا 0. محتاج اعمل ايه الخطوه اللي بعديها؟ خلاص بقى يبقى نعمل ايه على طول؟ نعمل الكي ماب بتاعتي، ومين الانبوت بتوعي؟ جي وكي وكيو تي، ادي جي كي كيو
او كيو بقى خلاص على طول 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 ايه 6 7 عندي 1 عند مين؟ ممكن تكتبها 0 1 2 3 عندي 1 عند 1 وعند 4 و5 و6 و4 و5 و6 فإيه اللي أخده؟ آخد 1 و5 مع بعض 1 4 وأدي 6 فمعادلة دي هتساوي كيو داش كيو داش كيو وهنا جي كيو داش. نعمل إيه بعد كده؟ طبعا أقول بقى بسرعة لأن خلاص هي كلها بقت اسطمبة واحدة مفيش جديد. آدي دي داخل لها في أندي طبعا هنا كيو كيو داش هيبقى داخل لها آدي جي وآدي كي. أول واحدة هيبقى جي مع كيو داش تسيبه كده والكي أندينج مع مين؟ مع كيو والاتنين داخلين على ايه؟ على اور وكله داخل على ايه؟ على الدي. تعالوا بقى نحلها مرة بالتي فليب فلوب. فهنعمل نفس القصة ادي عندي الدي عاوز اعمل بي تي فليب فلوب فاعمل ستيت تيبل بتاع التي ومن ستيت تيبل اجيب الانبوت اللي داخل بدي عن طريق الاكسايتيشنال تيبل بعدين ارسم بالكيماب وبعدين ايه اطلع الفانكشن كاركترستيك فانكشن وبعدين ارسمها. فدي الستيت تيبل بتاع التي جمعنا في المساله قبليها داخل لي تي وكيو وكيو تي بلس 1 فتو فاريبل يعني 4 احتمالات وده الكاركترستيك تيبل بتاع التي لما يكون زي بيطلع لي 0 بيطلع لي كيو تي يكون 1 بيطلع لي كيو كيو داش هنا 0 فيطلع لي 0 1 هنا 1 1 فيطلع لي 1 0 بعدين نجيب هنا الدي ونقيم قيمه عن طريق مين كيو تي وكيو تي اي بلس 1 لما يكون 0 0 بيطلع بيدينا 0 لما يكون 1 1 بيدينا 1 ما يكون 0 1 بيدينا 1 ما يكون 1 0 بيدينا ايه بيدينا 0 فيبقى معادله الدي نجيبها في تي كيو ادينا دي بيدينا 1 فين عند تي داش كيو بلس تي كيو داش نرسم ادي الدي ومره هنا كيو مره هنا كيو داش وادي التي داخل اندنج مرة مع كيو داش وبعدين التي تي داش داخل مرة اندنج مع الكيو والاتنين داخلين مع بعض على اور. تعال نعمل تريس كده للدايرة دي ف سي كان في كيو فيها 0 و كيو داش هيبقى فيها 1 وكان قيمة التي 0 فيبقى داخل هنا 0 وداخل معاها كيو داش يعني 1 وهنا هيبقى داخل 1 مع كيو 0 اللي هي ب 0 فيبقى هيطلع هنا 0 0 0 0 هيدينا 0 لما يكون داخل لي في 0 في الدي هيدينا ايه؟ هيدينا 0 فكيو هتفضل بايه؟ ب 0 تعالوا نجرب لو كانت تي داخلها ب 1 فهيبقى هنا 1 وداخل هنا 1 1 اندنج مع 1 هيدينا 1 وكان هنا 1 فهيبقى 0 0 اندنج هيبقى 0 1 اورنج 0 ب 0 فيبقى داخل 1 ف 1 لما يكون داخل على الدي 1 بيدينا 1 فكده عمل لي ايه ادي 0 هيطلع لي 1 يعني طلع لي كيو داش يعني في كلتا الحالتين يبقى الدايره بتاعتي مظبوطه وقدرت احول الدي الى تي فليب فلوب. تعال نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي باستخدام الجي كي بقى اعمل مره دي ومره تي. تعال نعمل الاول الدي
فيبقى عندي ادي جي كي هو الاساس وعاوز احوله لدي، فيبقى نعمل ستيت تيبل لمين؟ تمام، قلنا هنمشي من الشمال يمين، يبقى هبتدي بالدي، فاعمل ستيت تيبل بتاع الدي يعني دي كيو تي كيو تي بلس 1. فلما يكون داخل لي 0 يطلع لي ايه 0، يكون داخل لي 1 يطلع لي ايه هنا الدي، لما يكون داخل لي 0 بيطلع لي 0، داخل لي 1 بيطلع لي 1، ادي 1 اي 1. وبعدين اعمل بقى انا محتاج اجيب مين الجي كي اللي جوه، يبقى هكتب هنا جي وهنا كي، اجيبهم منين من الاكزايتيشن تيبل بتاع الجي كي، فانا 0 0 هيدينا 0 اكس، 1 0 هيدينا اكس 1، 0 1 هيدينا 1 اكس، 1 1 هيدينا اكس اي اكس 0. تعال نجيب معادلة جي ومعادلة الكي. طبعا قلنا احنا بناخد هناخد الدونت كير لو هيعمل لي ايه سمبليفاي. طبعا انا هبص على مين مظبوط، هبص على الدي والمين والكيو، هشوف معادلة الجي على اساس مين الدي والكيو. فالجي بيدينا مرة دونت كير هنا وواحد هنا واكس هنا، وبيدينا واحد اهم حاجة فين عند دي كيو داش. هنا بقى نشوف اللي ممكن اختصه اخد حاجة يتخصيص. ممكن ناخدش دي، لو خدت الدونت كير دي طبعا لاحظ الاتنين عكس بعض فما ينفعش. طب لو خدت الدونت كير دي هيدينا دي دي اي كيو، فاقدر اخد الداش مشترك فيبقى كيو، يبقى كيو داش بلس كيو هتطير. يبقى عندي الدونت كير في سيلكت تو الاتنين دول داخل. انا طبعا باخد الدونت كير زي ما انا عايز، باخد الدونت كير اللي هتعمل لي سمبليفاي، فده مش هتعمل لي سمبليفاي لكن ده هتعمل لي ايه سمبليفاي. تعالوا نشوف الون ده، تعالوا بقى كي عندي، وعندي دي زيرو يعني دي زيرو داش وادي كيو بلس، اخد طبعا ما ينفعش اخده مع ده لان الاتنين عكس بعض، فاخده مع الايه اخد الدونت كير دي، هيبقى دي داش كيو داش، اخد الدي داش مشترك بقى كيو كيو داش، وده هي ايه هيطير. فالله داخل لي ايه، داخل لي على الجي دي وعلى الكي مين دي داش. يبقى رسمه الرسمة بتاعتها هتبقى كده، ادي كيو وادي كيو داش وادي جي وادي كي وادي الدي. الجي داخلها مين؟ داخلها دي بس اهو، والكي داخلها مين؟ داخلها دي داش. تعالوا نعمل تريس، لو ده زيرو يبقى داخل هنا كام؟ زيرو وان، فهيطلع ايه جي كي لما يكون داخل لها زيرو وان بتدينا ايه؟ لما يكون داخل لي 0 1 بيطلع لي كيو تي، فيطلع لي لما يكون سوري لما يكون داخل لي 0 1 هيدينا ايه؟ هيدينا 0 1، هيدينا 0 كيو داش يبقى ب 1، فكيو طلعت لي بكام؟ طلعت لي بايه؟ ب 0 مظبوط. تعالوا نجرب بقى لو كان 1، لو هنا 1 هيبقى داخل لي هنا 1، داخل لي هنا ايه 0. نشوف لما يكون على الدي داش جي كي داخل لي 1 0 1 0 هيدينا كام؟ هيدينا واحد، ففعلا كيو داش هيدينا هنا واحد، يبقى كيو داش هنا بكام؟ بزيرو، فكيو طلعت بكام؟ طلعت بواحد، يبقى من دخل واحد كيو طلعت بكام؟ طلعت بواحد، يبقى الديزاين بتاعي مظبوط. طبعا انت مش محتاج تعمل تريس، انت هتعمل تريس بس عشان تتأكد ان الرسمة بتاعتك مظبوطة. نشوف السؤال اللي بعده، نفس القصة بيقول لي برضه باستخدام الجي كي، المرة دي بقى عاوز احنا عملنا خلاص الدي، تعالوا نعمل التي. برضه جي كي يبقى بنرسم كده، ادي جي كي هو اللي جوه والتي هو اللي بره، يبقى هعمل ستيت تيبل يمين مظبوط للتي، هو ستيت تيبل بتاع التي، التي كاركترستيك ايكويشن بتاعته ايه او كاركترستيك تيبل، لما يكون 0 بيدينا كيو تي، لما يكون 1 بيدينا كيو داش تي. فهنا 0 0 0 يبقى ادينا كيو تي يبقى 0 1، لكن 1 1 بيدينا ايه كيو داش، يبقى 1 اي 1 0. بعدين مظبوط اعمل ايه، اجيب معادلة جي وكي، اكتب جي وكي وابص على مين كيو كيو تي بلس 1 في الاكزايتيشنال تيبل، لما يكون 0 0 ادينا 0 واكس، لما يكون 1 1 يدينا اكس و0، لما يكون 0 1 يدينا 1 اكس، لما يكون 1 و0 بيدينا اكس و1. تعالوا نجيب معادلة الجي ومعادلة الكي، هنا جي بيدينا 1 عند مين؟
عند، هنبص على مين؟ مظبوط، هنبص هنا بيدينا واحد عندي تي كيو داش، ونشوف الدونت كير، ناخد الدونت كير اللي تعمل لي سمبليفاي. فعندي واحد هنا اخده مع فعندي دونت كير هنا اخد دي، ده نلاحظ اللي هما ايه عكس بعض، فايه يعني في تو بت تشينج، فمش ما ينفعش اخدهم، اخده مع الدونت كير اللي ايه اللي تحت احسن، اللي هي تعتبر تي كيو، فهتساوي ايه في الاخر؟ تي، لان كيو لما ياخد الكيو داش بلس كيو هيبقى بايه؟ ب1. فجي هتساوي مين؟ تي. بالنسبه للكي، كي بيدينا 1 عند مين؟ عند هنا اهو تي كيو بلس، عندي دونت كير هنا ودونت كير هنا، يا ترى اخده مع مين؟ اخد دي مع دونت كير دي، ده بس الاثنين عكس بعض 1 1 و 0 0، فصعب ايه يعمل لي سمبل فاي، مش تعمل لي سمبل فاي، فاخد مع الدونت كير اللي بتعمل لي سمبل فاي اللي هي مين؟ اللي هي دي، لان عشان في بت 1 بت بس هو اللي ايه اللي اتغير، دي بتساوي تي كيو داش، فاخد التي مشترك فيبقى كيو و كيو داش، فنلاحظ الجي داخلها تي والكي داخل لها مين؟ داخل لها تي، فيبقى الرسمته كده. ودي اسهل واحده فيهم، هي حتى كنت ممكن تجيبها على طول من غير ما تعمل الكلام ده كله، اللي هي ايه جي دي داخل لها مين على طول؟ تي. داخل زيرو يبقى داخل زيرو زيرو، فزيرو زيرو هيدينا مين؟ كيو تي اهو، لما يخش زيرو يعني زيرو زيرو هيدينا كيو تي، مظبوط. لو داخل 1 يبقى داخل هنا 1 1 1 1، هنا بيدينا ايه؟ بيدينا كيو داش، فعلا لما يخش 1 هيطلع لي ايه؟ كيو داش، يبقى الديزاين بتاعي مظبوط. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا بقى المرة دي هيبتدي بالتي، وعاوز اعمل مرة بي دي ومرة بي جي كي فليب فلوب. تعال نبتدي بمين؟ بالدي. يبقى انا عندي التي هو اللي هعمل بيه، والدي هو اللي بره المرة دي، يبقى هعمل ست تيبل بتاع مين؟ بتاع الدي اهو، وبعدين اجيب المعادله بتاع، وبعدين هيبقى مين الاوتبوت هنا؟ هيبقى التي اللي هو اللي جوه هنا. التي الدي بيقول لي لو زيرو هيطلع لك زيرو، لو وان هيطلع لك ايه؟ وان. يبقى لو زيرو داخل لي زيرو زيرو يبقى هنا زيرو زيرو، وهنا داخل لي وان وان يبقى يطلع لي وان وان. هنا التي بقى هجيبه من مين؟ من الاكزايتيشنال تيبل ده. يبقى لما يكون 0 0 يدينا 0، يكون 1 0 يدينا 1، 0 1 0 1 بيدينا 1، 1 1 بيدينا ايه؟ بيدينا 0. يبقى معادلة التي الأساس التو انبوت دولت هيبقوا مين؟ بيدينا 1 هنا و 1 هنا، يبقى دي داش كيو بلس دي كيو داش. فهرسمها ازاي؟ هرسمها كده، ادي الدي احنا قلنا بنعمل بي يبقى ادي التي، وادي كيو، وادي كيو داش. اول واحد داخل لي هنا الدي، اول مرة داخل لي مرة دي مع كيو داش، وداخل لي مرة دي داش مع كيو، والاتنين داخلين على ايه؟ على اور. طبعا هنحل بسرعة السؤال، تحس ان هو متكرر، فخلاص احنا هنلاقي اكتر من 8 مرات قبل كده، فعشان كده ايه كأننا بنعيد المسألة كذا مرة بس بأشكال مختلفة. تعالى هنا بيقول لي ايه، عاوز المرة دي حليناها مرة بالدي، تعالوا حليناها مرة بالدي، تعالوا نحله مرة بالجي كي. فادي التي عاوز اعمل بيه مين؟ جي كي. يبقى الجي كي هو اللي بره والتي هو اللي جوه، طالما الجي كي اجيب الست تيبل بتاع الجي كي، وبعدين اجيب قيم التي عن طريق الاكزايتيشن ايه؟ اكزايتيشن تيبل. فعلى افكركم الجي كي كان الاكزايتيشن الكاركترستيك تيبل بتاع، لو 0 0 يدينا كيو داش كيو تي قصدي، لو 0 0 يدينا كيو تي، لو 0 1 يدينا 0، لو 1 0 يدينا 1، 1 1 يدينا كيو داش. تعالوا لو هنا داخل لي 0 0 قلنا هيدينا كيو تي، يعني هيدينا 0 1، ده اللي هو مين؟ ده اللي هو التي. ولو 0 1 و 0 1 هيدينا 0 0، 1 0 1 0 هيدينا 1 1 1 1 1 1 بيعمل ايه؟ لما اكون داخل لي 1 1 1 1 بيطلع لي كيو داش، ف
فوان وان هيدينا كيو داش، فهنا ده زيرو يدينا وان، وده وان يدينا ايه؟ يدينا زيرو. بعدين الخطوة اللي بعديها مظبوط، نجيب بقى ده سوري يا شباب، ده كيو تي بلس وان، أجيب بقى مين؟ أجيب التي عن طريق ده يا شباب سوري دي كانت غلطة، دي المفروض هنا ده كيو تي وده الأوت بتاع مين؟ كيو تي بلس وان. أبدأ أجيب التي منين؟ من كيو تي وكيو تي ايه بلس وان، مظبوط. وهنبص هنا لو يكون بقى داخل لي زيرو 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 يدينا زيرو، وان 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 يدينا زيرو، داخل لي زيرو زيرو قلنا يدينا زيرو، وان وزيرو وان وزيرو يدينا واحد، زيرو واحد يدينا واحد، واحد واحد يدينا زيرو، زيرو وان يدينا وان، وان وزيرو يدينا ايه؟ يدينا وان. نجيب معادلة التي، طبعا نجيبها ازاي؟ عن طريق الكي ماب. عندي وانز فين؟ دي صفر واحد اتنين تلاتة، طبعا ده رقم الاندكس بكتبهم بس على جنب عشان اعرف احط وانز فين. عندي وان، عندي تلاتة واربعة، وعند ستة وسبعة، باخد مين؟ اخد تلاتة وسبعة واربعة وستة، يبقى معادلة التي بتساوي كي كيو بلس جي كيو داش. تعالوا نرسم، ادي تي وادي كيو وادي كيو داش، ويبقى عندي هنا جي وادي كي، جي تي داخل لها جي هيبقى داخل مع كيو داش، كيو داش اهو، والكي اكون داخله مع مين؟ مع كيو، والاتنين داخلين اورنج مع بعض وداخلين على مين؟ على التي. ويبقى كده خلصنا الجزء نوعية من المسائل دي. تعالوا هنا بيقول لي ايه؟ عاوز يعمل حاجه اسمها دومينيت فليب فلوب. هذا سيت اند ريسيت انبوت بيقول لك بيختلف عن الكونفنشنال ار اس فليب فلوب اللي هو بيحاول يعمل سيت اند ريسيت اوبتين ذا كاركترستيك تيبل اند كاركترستيك ايكويشن. يوصف بيقول لك ايه؟ بيقول لك اعمل حاجه اسمها دومينيت فليب فلوب. برضه هو بيعمل نفس القصه، بيعمل سيت وريسيت، بس بيختلف ايه عن الفليب فلوب العادي اللي هو في نفس الوقت لما بيعمل، فاكرين الفليب فلوب التاني؟ فاكرين في ال كان التيبل بتاع دي اس و ار 0 0 0 1 1 0 1 1، لما كان 0 بيدينا نو تشينج كيو تي، وهنا 0 اللي هو ريسيت، وهنا 1، لكن لما يدينا 1 1 هيدينا 1. هو ده الفرق. فعاوز يعمل الكاركترستيك تيبل والكاركترستيك ايكويشن بتاعته، يبقى تاني هو نفس الفليب فلوب القديم، بس التاني كان فاكرين عند 1 1 كان بنقول عليه فوربيدن ستيت، لا هنا بيقول لي هنا بيقول لي لما يدينا 1 1 هيدينا ايه؟ هيدينا 1. فيبقى عاوز بقى ايه؟ ده كده جبنا الكاركترستيك تيبل، ده الكاركترستيك تيبل. عاوز اعمل بقى ايه؟ الكاركترستيك ايكويشن. الكاركترستيك ايكويشن دي اجيبها منين؟ اجيبها من الستيت ايه؟ ستيت تيبل. بنعمل الستيت تيبل بتاع الاس والار، ده عندي اس وادي ار وادي كيو تي، صفر 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 صفر، وهنا يدينا كيو تي بلس اي بلس 1. لما يكون الاس والار 0 بيدينا كيو تي فيدينا 0 1، لما يكون 0 1 0 1 هيدينا 0 0، يكون 1 0 1 0 هيدينا 1 1. الفرق هنا بقى لما يكون داخل 1 1 كان في القديم بنكتب دونت كير فوربيدن، لكن بقى في الدومينيت فليب فلوب لما يكون داخل 1 1 هيعمل لي ايه؟ هيدينا 1 وايه؟ و 1. نرسم بقى الكيماب بتاعتنا عشان نجيب معادلة كيو تي بلس 1. فيبقى هنا الانبوت اس ار كيو، هنا 0 0 0 1 1 1 0،
صفر واحد صفر. عندي وانز فين؟ صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. عندي وان عندي واحد، وعندي أربعة خمسة ستة إيه؟ سبعة. فهاخد ده كده كل أربعة مع بعض وده إيه مع بعض، يبقى كيو تي بلس وان هتساوي ار داش كيو اورينج مع الاس. وكده جبنا كاركترستيك ايه ايكويشن. سؤال رقم 7 بيقول لي اعمل امبليمنت نيو فليب فلوب اسمه اكس اي اكس واي ذات هاز ذا فولوينج كاركترستيك تيبل. عايزين نعمل فليب فلوب اسمه اكس واي. هو قال لي فليب فلوب وقال لي اعمله مر، ودي كاركترستيك تيبل لما يكون 0 0 ريسيت، يعني يحط 0 لما يكون 0 1 يبقى بيعمل، لو 0 1 هيدينا نوت تشينج، لو 1 0 بيعمل كومبليمنت، و 1 1 بيعمل ايه ست. هو ترو ستيبل، هو الف في لف روب، عاوزين نعمل له امبلمنتيشن. تعالوا نعمل اول حاجه الستيت تيبل بتاعه. ادي عندي اكس وعندي واي ودي كيو تي. ادي صفر صفر صفر، وتعالوا نعمل وهنا الاوتبوت هيبقى كيو تي بايه بلس 1. تعالوا بس نكتب هنا على جنب، لما يكون صفر وصفر يعمل ريسيت يعني يدينا 0، لما يكون 0 1 نوت تشينج كيو، 1 0 كيو داش، 1 1 يدينا 1. فلما يكون داخل 0 0 هيدينا ايه هنا؟ هيدينا 0 0 1 0 1. هنا 0 1 بيدينا ايه كيو داش، فيدينا 0 1. يكون 1 و 0 بيدينا كيو كومبليمنت، يبقى 1 0. لما يكون 1 1 بيدينا ايه؟ بيدينا 1. تعالوا نجيب معادلة كيو طبعا، ادي اكس وهنا واي وهنا كيو، ونجيب معادلة كيو تي بلس 1 0 0 0 1 1 1 1 0. وتعالى نشوف هو بيدينا 1 عند مين، عند هنا 0 1 2 3 بيدينا 1 عند 3 و4 بيدينا 1 عند 3 و4 وعند 6 و7. فالاتنين دولت مع بعض والاتنين دولت مع بعض والاتنين دولت مع بعض، يبقى كيو تي بلس 1 هتساوي واي كيو بلس اكس كيو داش. يبقى عملنا كاركترستيك ايكويشن. حبيت ارسمه، اسهل حاجه ارسمه هو الدي، لان معادله الدي زي ما لاحظنا ان الدي اللي بيخش له هو نفس اللي بيخرج، فأسهل حاجة تعمل بيها implementation لأي فليب فلوب جديد هو الدي، إن الدي مفهوش إيه، مش محتاج إيه شغل كتير. لو حبيت أرسمه بالدي فليب فلوب أي حاجة غير الدي فليب فلوب هضطر بقى أعمل excitation table. أجيب لو حبيت أرسمه بالجي كي أو كاتب جي كي هنا excitation table أرسمه أو بالتي أو، لكن الدي هنلاحظ إن الإيه، إن الدي هتبقى الموضوع إيه، الموضوع بسيط. ليه الموضوع بسيط؟ تعالوا نشوف أي حاجة كده كنت عملتها بالدي. تعالوا هنا مثلا هنلاحظ هنا إيه؟ إن كيو تي بلس 1 هي مين؟ الدي. هي طلعت إيه؟ يعني ما كنتش ممكن أحتاج، يعني في السؤال ده مثلا مش محتاج أعمل إكسيتيشن تيبل بتاع دي، لأن الدي هي بتساوي مين على طول؟ كيو تي بلس 1. 0 بيدينا 0، 1 بيدينا 1. وهنا نفس القصة في السؤال ده برضه هنلاحظ إيه؟ ان كيو تي بلس 1 والدي طلعت هي، فمش محتاج بقى اعمل بقى اكسايتيشن تيبل واعمل واشوف هنا بيساوي ايه على طول. فلو قال لك اعمله بالدي على طول كيو تي بلس 1 هي ايه الدي، فيعتبر الدي
اسهل واحد ايه، اسهل واحد فيه. فعشان كده هنا اسهل حاجة نرسمه بالدي على طول، لان ليه؟ لو رسمته بالدي، لو كتبت الدي هنا الدي على طول هيدينا نفس الاوت ايه، الاوت ده، فهيبقى نفس المعادلة، المعادلة دي، لان الدي بتساوي مين؟ كيو تي بلس 1. فالرسم بالدي هيكون ايه؟ اسهل. وادي كيو، وادي كيو داش، فيبقى داخل هنا ادي واي داخل معاها كيو، واكس داخل معاها مين؟ كيو داش، والاتنين داخلين على دي. نفس القصة لو حبيت اعملها، وطبعا السؤال اللي قبليه ما كانش طالب من نرسم، بس لو حبيت ارسم الار اس ارسمه بالدي، هتبقى معادلته ايه على طول؟ نفس الفكرة، ادي كيو وادي كيو داش، دي هيبقى داخل لها بورينج مرة مع اس، واندج هنا داخل لها اندج مين؟ داخل ار داش مع كيو. لا بس هو ما كانش طالب في المسألة دي رسمة، بس كمعرفة عامة. نكمل الجزء الثاني من الشيت، بس الجزء الثاني بقى هي عبارة عن شوية أسئلة من الكتاب بتاع الجزء اللي كان من الشيت اللي الدكتور حطه، الشيت التاني والجزء الثاني من أسئلة الكتاب. هنا السؤال بيقول لي سؤال 5-2، هنا سؤال 5-2 بيقول لي construct JK flip flop using D flip flop. و طبعا دي فليب فلوب، فخلاص احنا عرفنا الاوتبوت اللي بيطلع من الستيت تيبل هو النكست ستيت بتاعه، هو بتاع دي، فهيبقى الدنيا فيها سهله. بس المره دي راح ازود ايه بقى؟ قال لي استخدم 2 في 1 ملتي بلكسر اند انفرتر. انفرتر هي النقطه العاديه. تعال الاول نحله كانها مساله عاديه خالص، بنحله بالدي فليب فلوب. كنا هنعمل ايه؟ تمام، ادي عندي بيقول لي اعمل دي واستخدم ايه، اعمل جي كي باستخدام الدي. فهنعمل ستيت تيبل بتاع الجي كي، بس المرة دي تعالى نحط كيو تي هنا الأول، هنعرف ليه كمان شوية. هي سواء حطيت هنا أو هنا مش فارقة، بس عشان هتوضح لنا حاجة خاصة بالمولتبلكسر. ادي عملنا التروث تيبل، تعالى نعمل كيو تي بلس 1 جي كي. ادي الكاركترستيك ايكويشن بتاعته، لو 0 0 بيدينا كيو تي، لو 0 1 بيدينا 0، لو 1 0 بيدينا 1، لو 1 1 بيدينا كيو داش تي. فهنا 0 0 فهدينا 0، هدينا خلي بالك هنا بقى 0 0 فهدينا ايه؟ 0. 0 1 هدينا 0. 1 0 هدينا 1 1 1 هدينا كومبليمنت، فهدينا هنا ايه؟ 1. هنا 0 0 هدينا كيو تي فهدينا 1. هنا 1 0 او بقى 0 1 هيدينا 0. خلينا احنا نبص على الجي والكي، معلش هي لخبطت شويه عشان بدينا بكيو تي، بس هنعرف ليه عملنا كده كمان شويه. وهنا 1 0 فهيدينا 1، وهنا 1 1 فهيدينا كيو داش فهيدينا اي فهيدينا 0. فانت بقى لو انت كنت بتحلها عادي خالص كنت هتعمل ايه؟ هنطلع الايكويشن بتاعت الايكويشن بتاعتنا. طب احنا قلنا ان الدي بيساوي ايه؟ كيو تي بلس 1. فعلى طول هن ايه، فدي هي نفس الايكويشن دي، هي نفس الايكويشن دي. تعالوا نجيب ايكويشن كيو تي بلس 1 اللي هي نفس ايكويشن الايه، الدي، ويبقى معادله في مين؟ في كيو وجي كي 0 1 0 0 0 1 1 1 عند 1 فين؟ عند 2 و3 و4 وايه و7. ناخد الاثنين دولت، سوري يا شباب، عند 2 وعند 6، عند ايه 6 مش عند 7، عند ايه 6. ممكن اخد الاثنين دولت مع بعض، وده مع ايه؟ مع ده. يبقى كيو تي بلس 1 هتساوي الاثنين دولت وهم يعتبروا كيو كي داش أورينج مع كيو داش جي.
فلما تيجي ترسم هترسم ادي الدي، المفروض بقى نرسم عليها المعادلة اللي داخلة دي. بس هنا في مشكلة، قال لي استخدم مالتيبلكسر 2 في 1. يا ترى ايه لازمة المالتيبلكسر بتاع 2 في 1؟ يبقى انت لو كنت هتحل المسألة عادية بالدي فكنا هنرسم على طول المعادلة مع الدي، لكن هنا بقى راح زود لي، قال لي ده انا عاوز مالتيبلكسر 2 في 1. يا ترى 2 في 1 يعني هعمل بيهم ايه؟ قلنا 2 في 1 عندي كام سيلكشن؟ يعني عندي سيلكشن 1 وداخل لي 2 انبوت. اكيد لو دخلت 2 انبوت هنا و1 اوت، اكيد هو الاوت ده اللي هيخش على الدي. طب ال2 انبوت دولت اكيد واحد للجي واحد لمين؟ للكي. طب نرسم بقى، نرسمها ازاي؟ نرسمها ازاي؟ فاكرين بقى السيكشن اللي فات لما كان بيدينا تروث تيبل ويقول لي اعملوا امبلمنتيشن يوزنج مالتيبلكسر، او مدينا تروث تيبل وعاوزين نعمله بالايه؟ بالمالتيبلكسر. فده مالتيبلكسر 2 في 1، يبقى عندي 2 انبوت، يبقى محتاج اقسم التروث تيبل بتاعي لايه؟ لجزئين، تمام فاكرين. وعندي كام سيلكشن؟ 1 سيلكشن، فاخد 1 سيلكشن اللي هو ايه؟ اول واحد على الشمال زي ما اتفقنا في السيكشن اللي فات. فيبقى عندي كده، ويبقى عندي اجيب بقى، احاول اجيب المعادله بين كيو تي ومين؟ وجي كي. فهنا ده يعطى وهنا ليه بقى قلنا كيو تي نبتدي في الاول؟ عشان ناخده هو سيلكشن، عشان لما يكون هنا زيرو وهنا مرة ستيت، مرة ستيت بزيرو ومرة ستيت بإيه؟ لما يكون الستيت بإيه؟ كرنت ستيت بوان، ومرة ما يكون الكرنت ستيت بإيه؟ بزيرو. تعالوا بقى نجيب معادلة، المعادلة اللي عند الزيرو والمعادلة اللي عند معادلة كيو تي بلس 1، مرة مع جي وكي ومرة بتاعت مرة بتاعت الستيت 0 ومرة بتاعت الستيت ايه؟ الستيت 1. يبقى سؤال شباب، دي مش الانبوت بتاع الاس الجي والكي، لكن هنا الانبوت بتاع كيو تي بلس 1 لما يكون الستيت بتاعتي 0، وهنا الانبوت بتاع كيو تي بلس 1 لما يكون الكرنت ستيت بتاعي بايه؟ ب1. فعندي هنا كيو تي بلس بتدينا 1، 1 عند مين؟ بتدينا هنا في الحالة دي زي ما كنا ادينا، ادي كيو تي بلس 1، تعالوا نكتبها هنا كده كيو تي بلس 1، هنا هتساوي مين؟ جي كي داش اورنج مع جي كي، فاقدر اخد الجي مشترك والكي بلس كي داش، يبقى عندي الزيرو هيبقى داخل لي مين؟ داخل لي جي، وهنا يدينا 1 جي كيو تي بلس 1 بتساوي ايه؟ 1 هنا 1 هنا، يعني بتساوي جي داش كي داش اورنج مع جي كي داش، اقدر اخد الكي داش مشترك مع جي والجي داش يبقى بواحد، فهتساوي كام؟ كي داش، فاقدر اقول هنا ايه؟ داخل لي على طول كي، وهنا قلنا ده هيبقى كيو تي. يا ترى كيو تي دي اللي هي مين؟ ما هنا دي كيو ودي كيو داش، فاقدر اخد كيو هنا كانها هي الايه؟ السيلكشن. يبقى تاني عملنا ايه؟ ادي عملنا التروث تيبل بتاعنا عادي خالص، الستيت تيبل، الفرق بس ان احنا حطينا كيو تي هو اللي في الاول، عشان لما يكون الاربع اصفار يعني الستيت الاولى، لما يكون ب1 يعني الستيت الثانيه، عشان هختاره كسيلكشن. وادي التروث تيبل قسمته لجزئين، ليه قسمته لجزئين؟ عشان ده تمام، عشان ده مالتيبلكسر 2 في 1 ل2 انبوت. وبعدين جبت الريليشن او الفانكشن بتوين كيو تي بلس 1 وجي وكي، كنا بنحل مساله من السكشن اللي فات عاديه خالص. الزياده بس ان كيو تي هي هيبقى السلكشن، وكيو تي هاخدها منين؟ من الدي. تعال سؤال 5-3، بيقول لي شو ذا كاركترستيك ايكويشن فور جي كي فليب فلوب. هنا عايز الكومبلمنت، هي كاركترستيك ايكويشن اصلا بتاع جي كي ايه؟ ما احنا جبناها كذا مره، كل ما كنا بنرسم الستيت تيبل بتاع جي كي كنا بنطلع الكاركترستيك ايكويشن بتاعته. فالكاركترستيك ايكويشن بتاعت الجي كي ايه؟ لسه جايبينها من ايد شويه، كيو تي بلس 1 بتساوي جي كيو داش اورنج مع كي داش كيو. هو بيقول لي بقى الكومبلمنت، اثبت بقى ان الكومبلمنت بتاع ده بيساوي الفورمات ده. تعالوا ناخد الكومبلمنت للطرفين، كيو تي بلس 1 فتساوي
جي كيو داش اورينج كي داش كيو، وزع بقى بدي مرجع اللوف فنوزعه على ده، فيبقى جي اش اورينج كيو، والاور تبقى اند، وهنا يبقى كي اورينج كيو داش. نضرب الطرفين مع بعض، يبقى جي داش كي اورينج مع جي داش كيو داش اورينج مع كيو كي، وكيو في كيو داش بايه بزيرو. فاكرين؟ تعالوا بقى عاوزين نختصر ده، هنختصره ازاي؟ فاكرين الكونسنسس سيري؟ انا قلناها، كان فاكرين السيري دي لما كنت بقول لك لو اكس واي اورينج اكس داش زد، والترم هنا اكس وادي اكس داش، والترم التالت عبارة عن واي زد، فده هيطير مضروب الطرفين دولت. فتعالوا نبصوا هنا، ادي كيو وادي كيو داش وادي جي داش، والترم التالت عبارة عن مين؟ جي داش كيو، يبقى الترم التالت ده هيتمسح، فهتساوي جي داش كيو داش اورنج مع كيو كي. شوف هو ده نفس الفورمات اللي هو عاوز يثبته ولا لأ؟ جي داش كيو داش مظبوط وكيو كي مظبوط. تعالوا نشوف آخر مسألة، بيقول لي هنا برضو شفت نفس المسألة بتاعت اكس واي، بس المرة دي نسميها لي بي ان فليب فلوب. بيقول لي اعمل بي ان فليب فلوب ليه 4 اوبريشن، كلير لما يكون كلير تو زيرو، نو تشينج، كومبلمنت لما يكون الانبوت للبي او ان 0001 1011. بيقول لي اعمل الكاركترستيك تيبل، بعدين درايف الكاركترستيك ايكويشن، بعدين الاكسايتيشنال تيبل، اكسايتيشن تيبل، وبعدين ايه عاوز ارسم البي ان البي ان فليب فلوب يوزنج الدي فليب فلوب. فهو اخترع برضه فليب فلوب من عنده. فتعالوا نشوف اول حاجه هو عاوزها. اول حاجه عاوز يعمل كاركترستيك تيبل، ادي الكاركترستيك تيبل على حسب الانبوت اللي هو مدهاني، ادي بي ان وادي كيو تي بلس 1، ادي 0001 1011. يقول لي لو كان 00 يعمل clear to 0، لو 01 no change يبقى qt، لو 10 يعمل complement يبقى q dash t، لو كان 11 يعمل ايه؟ يحط 1. ده كده اول حاجه. b يقول لي عايز characteristic equation، اجيب characteristic equation ازاي؟ تمام، اجيب characteristic equation عن طريق ال state table. state table هيبقى عندي b ودي n ودي q t، والاوت هيبقى مين؟ كيو تي بلس 1، يبقى ادي فالاوت بقى على اساس هنحدده على اساس الكاركترستيك تيبل ده. هنا الاوت هيكون ايه؟ لو 0 0 بيدينا 0، ولو 01 بيدينا QT فيدينا 01، ولو 10 بيدينا Q داش فيدينا 10، ولو 11 هيدينا 1. نرسم بقى الـ K-map، نطلع الـ equation بتاعته. هيبقى ادي B دي N Q 0 1، عندي 1 عند مين؟ بكتب بس الاندكس عشان اعرف عندي 1 عندي 3 و4 و6 و7، عندي 3 و4 و6 وايه و7، فاخد الاثنين دولت والاثنين دولت، يبقى معادلة كيو تي بلس 1 هتساوي الاثنين دولت هما مين؟ ان كيو اورنج مع دي كيو داش. ده كده المطلوب التاني. عاوز رقم سي، عاوز الـ excitation table. قلنا هنجيب الـ excitation table منين؟ هنجيبه من هنا زي ما عملنا في الـ SR في أول السكشن. فأنا عاوز أجيب، فده كده هيبقى مطلوب C، عاوز أجيب لما يكون الـ input QT و QT plus 1 يا ترى قيمة الـ B والـ N كام؟ فكده عندي أربع احتمالات.
لما يكون 0 0 فين ادي 0 0 ادي 0 0 في 0 0 تاني اهو، كان قيمة البي والان عندهم كام؟ 0 0 و 0 1 يعني 0، يعني البي بزيرو والان لاما 0 لاما 1 يعني 0 اكس. تعالوا نشوف فين 0 1، ادي 0 1 و 0 1 هنا وهنا، كان هنا 1 0 1 1 يبقى تمام 1 اكس. فين 1 0؟ تعالوا نشوف 1 0، 1 0 هنا اهو، فين 1 0 تاني؟ 1 0 1 0 اهي 1 0 يبقى هنا، كان 0 0 1 0 يبقى اكس 0. فين 1 1؟ مش فاضل غير ده وده، ادي 1 1 اهو 1 1 عندها 0 1 1 1 يبقى اكس ايه؟ اكس 1. يبقى ده الاكسايتيشن ايه؟ سايتيشن تيبل. اخر حاجة بيقول لي ايه؟ ارسم باستخدام الدي. قلنا الدي بتساوي كيو تي بلس 1، فادي الدي داخل لها مين؟ داخل لها اورينج بتوين، هنا كان ان طبعا، هنا كيو كيو داش، هنا ان مع كيو، وكمان داخل لي مين؟ بي مع كيو داش. وكده ايه خلاص. بالنسبة لسؤال 4 6، عشان هو متكرر، سؤال 5 6 هو موجود في شيت 8، فالأفضل نبتدي بيه في شيت 8، لأن معظم عشان يكون ريليتد بشيت 8 أكتر، لأن شيت 5 شيت 7 كله خاص بالديزاين بتاع الفليب فلوب، أما شيت 8 خاص بالأناليسيس بتاع الفليب فلوب، فنحله مع شيت 8 أكتر. وبكده انتهى السكشن.